ازيكم بنوتات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهارده هكلمكم عن حمام كريم حلو جدا جدا جدا. من كتر ما انا حبيته خلاص، يعني ما اقدرش اتخيل حياتي من غير حمام الكريم دوت. بيرطب الشعر، سعره رخيص، حلو جدا، بيسيب ريحة الشعر كمان حلوة قوي قوي قوي. فبجد حمام الكريم دوت يعني بقى كده حاجة كده من مفضلاتي، وما اقدرش استغنى عنه. هو حمام كريم بوناويل دوت. بصوا، انا جربت له كل احجامه وكل روايحه وكل حاجه فيه. دوت بالمشمش وفيتامين اي. بصوا بجد بجد من احسن الحمام الكريم اللي انا جربتهم في حياتي. اولا الباكج ديت سعرها 13 جنيه ونص، دي هتقعد معاكي حبه كده حلوين محترمين. ده بيبقى شكله اهوت، بيبقى جاي كده من جوه لونه، بصوا اصفر كده او حاجه، مش عارفه هتشوفوه ولا لا. ثانيه واحده، بصوا اهوت، لو واضح لكم اهوت. حمام الكريم دوت يا بنات من احسن حمامات الكريم اللي انت ممكن تجربيها. بترطب الشعر جدا، بتخليه ملمسه كده ناعم وريحته حلوه، وخصوصا اللي بالريحه دي، في منه بريحه جنين القمح وفي منه بريحه المشمش. للامانه انا جربت الاثنين، ريحه جنين القمح ما عجبتنيش قوي زي ريحه المشمش. ريحه المشمش تحفه تحفه تحفه، ريحته جباره يا بنات، ريحته حلوه قوي، بتقلب ريحه الحمام وريحه الشقه كلها. بما ان انت حطيتيه يعني على شعرك، بتستخدميه ازاي؟ بصوا انا جربته التجربتين، جربته كماسك للشعر قبل ما ادخل الحمام، وجربته كحمام كريم، وفي الحالتين حلو جدا معايا. المفروض ان هو فيه زيوت ساخنه او زيوت اللي هي بترطب الشعر جدا جدا. فحمام الكريم دوت لو عايزه تجيبي اي نوع حمام كريم سعره اقتصادي وترطيبه مفيش احسن من كده، جيبي حمام كريم بوناويل دوت. حلو جدا، وانصح اي بنت عايزه تجيب حمام كريم ومش معاها فلوس او مش ما عندها بادجت كبيره، فدوت احسن حمام كريم انا جربته. وهو بنات بيتساب على الشعر من 5 ل10 دقايق، مش اكتر من كده. بس يا بنات، فده كان ريفيو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو تاني. بحبكم جدا جدا جدا، باي باي.